بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. باقي ايام ونقفل السنه. عدد بكل ما فيها، عدد بالاقتصاد الصعب جدا، عدد بغلو الاسعار في كل حاجه، واللي عاوز يجوز عياله مش عارف يجوز عياله، واللي عايز يشتري حاجة مش عارف برضو يشتري أي حاجة. بس فوق ده كله نقول نشكر ربنا. ليه؟ لأن احنا بتعدى علينا الظروف، لكن ربنا برضو يعني حريصنا بعناية خاصة وبيسترها مع كل واحد فينا، وبيخلي كل واحد فينا مش محتاج لحاجة. صحيح اخواتنا اللي بيقولوا كده ويرزقكم من حيث لا تعلمون، يقولوا كده، وفعلا ربنا كده يبعت لك ناس فجأة تبص تلاقي يعني الدنيا وسعت معاك، ويبعت لك بركة غير عادية من خلال انه هو يبارك في كل حاجة انت بتجيبها، سواء كانت فلوس انت بتقبضها كمعاش. انا بقول كمعاش لان كلنا معاش، معلش يعني انا اسف ان انا بقول كده يعني. ف معاش اللي زعلني صح. لكن عاوز اقول كده يعني بجد ان ربنا مع اولاده بطريقه غير عاديه، ما بيخليهمش محتاجين لاي حاجه مهما كانت الظروف مش كويسه. يعني لو بصينا كده للشعب بني إسرائيل وهو في البرية، ربنا خلاه محتاج لحاجة؟ لا، ما خلاهوش محتاج لحاجة. وإحنا كمان لأن الكتاب بيقول لنا كده أنتم محروسون بعناية خاصة، يعني ربنا ماسكك بإيده. عشان كده مهم قوي إن إحنا نتعلم إن إحنا نشكر في كل الظروف، مهما كانت الظروف صعبة نقول له نشكرك يا رب. الظروف كويسة زي ما هي صعبة وبنقول له نشكرك يا رب، وهي وحشة برضو نقول له نشكرك يا رب. في الأمراض نقول له برضو نشكرك يا رب. اتعلموا ان احنا نشكر. الشكر حلو جدا جدا جدا. يعني في ناس كتير اتعلمت تشكر وقت الأزمات، فتعلم في السنة الجديدة دي ان احنا نقدم الشكر. مهم قوي ان احنا نتعلم حاجات كتير قوي حتى واحنا كبار، مهم قوي. يقول كده يعيش مش عارف ايه المتعلم ويفضل ايه يتعلم برضه، يموت المعلم ولا يتعلم. لكن احنا نفضل نتعلم طول السنين. ليه؟ لان احنا واحنا بنتعلم احنا بنكبر، ولما بنكبر بنكبر غيرنا. عشان كده مهم قوي ان احنا نتعلم ان احنا نقول له نشكرك يا رب في كل حاجه، في الحلم والايه والوحش. 2023 24 وكمان داخلين على 2024 ونقرأ عن تاريخ قديم، ونقرأ عن تاريخ قديم مر على ناس كتير، وناس ظهرت وناس اختفت، وناس نتكلم عنها لغاية دلوقتي بالرغم ان مر سنين، وناس لسه هتعيش فترة تانية وتتكلم برضو على ناس. احنا بنتكلم على الناس في حالتين، في حالة ان الناس دي تكون مؤثرة في الارض وسابت اثر حلو، ومش كل الناس بتسيب اثر حلو. ياما ناس كتير كانوا عباقرة لكن ما سابوش أي أثر حلو عند الناس، مجرد اسمه بس،
لكن لما بيكون الاسم وكمال الفعل العملية بتختلف كتير قوي. يعني واحدة زي الست أم عبد السيد لسه فاكرينها، مرت السنين ولسه فاكرينها، مش مرت كتير يعني، لكن هي برضو قريبة مش بعيدة ولسه فاكرينها لغاية دلوقتي. وتمر السنين على ناس وتمر السنين علينا احنا كمان، وممكن حد في يوم من الأيام يذكر اسمك على حسب الأثر اللي انت بتسيبه. انت بتسيب ايه؟ بصمتك ايه اللي بتسيبها في الحياة؟ كلنا بنسيب حاجات كتير، ممكن بنسيب كلمة حلوة، بنسيب عمل كويس، بنسيب تأثير كويس، لكن في ناس تانية أول ما بيتذكر اسمها يعني ناس كتير ممكن تتكلم بطريقة مش حلوة. خلينا في السنة الجديدة إن احنا نكون حريصين على إن احنا نكون سايبين أثر حلو عند كل الناس. هتمر بك السنين وتجري السنين، لكن إن كانت الناس كلها ممكن تفتكرني أو ما تفتكرنيش، لكن يهمني أولاً وآخراً إن الله يكون بيرفعني في وسط السنين دي وعارفني كويس وعارف كل اللي أنا بعمله. لأنا أقول يا رب أشكرك لأنك أنت كشفني وعارفني. فمهم أوي كلنا نكون حريصين إن نكون ماشيين لقدام، مش عايزين نفضل واقفين مكاننا، لأن مش حلو إنك تقف مكانك لو بتمر السنين. تمر السنين عليك وإنت بتتحرك، إنت اللي بتتحرك، إنت حاسس إنك إنت بتتحرك لكن غيرك مش حاسس إنك بتتحرك. تمر السنين عليك وإنت فاكر إنك إنت بتتحرك لكن إنت لسه واقف مكانك. في ناس لسه واقفة مكانها بالرغم من السنين مرت بيها، عدد كبير من السنين، 40 30 20 60 70. الناس ايه فاكرة ان عدد السنين هي دي اللي هيديها قوة جديدة عند ربنا. لا، هي قوة جديدة عند ربنا في حالة واحدة بس، لو انت ماسك فيه طول السنين اللي فاتت دي. طول السنين اللي فاتت دي هل أنا برضيه طول السنين اللي فاتت دي ولا ما برضوهش؟ عشان كده مهم قوي أفكر حتى على الأقل اللي باقي من عمري أقدر أكون برضي فيه. وخدوا بالكم اللي فاتكم بس اللي جايكم تاني. ابدأ من إمتى؟ من دلوقت. سيبك من السنين اللي فاتت. ممكن تكون سنين كانت تعب، ممكن تكون سنين مرض، ممكن تكون سنين فيها تكاليف كبيرة قوي، لكن ابدأ باللي جاي، لأن اللي جاي أفضل ليك، لأنك هتنظر بيه وامتلك اللحظات اللي جاية زي النص اليمين اللي امتلك الايه الفترة الايه الأخيرة بتاعته. امسك في ربنا مهما مرت السنين عليك، امسكها من دلوقتي. احنا لسه كنا بنقول دلوقتي انت الملجأ، انت الحصن المنيع. الحصن المنيع يعني ايه؟ يعني المكان اللي صعب ان اي حد يدخله. كان زمان ايام الهجمات بتاعت البربر على الغربان كان بيتعمل لهم حصن، والحصن ده عبارة عن ايه؟ ملهوش باب من تحت لكن سقالة من فوق لتحت، وبعد ما البربر يهجموا يروح الرهبان جريين يطلعوا على السقالة، يطلعوا لفوق خلاص كلهم موجودين، يرفعوا السقالة بإيديهم، يفضل البربر تحت يعملوا اللي هم عايزينه، لكن يقدروا يتسلقوا الحصن صعب جدا، ما يقدروش. علشان كده ادخل الحصن بتاعك، ادخل الحصن بتاعك واطلب الحماية. ادخل الحصن واطلب الحماية. حماية من ايه؟
حماية من حاجات كتير ممكن تكون بتتحارب بيها، أو حماية من أتعاب كتير قوي، أو أمور ممكن تخليك منحن. طيب لما أطلب هتساب؟ لا مش هتساب. طالما أنت ابن وأنت عارف أنك أنت ابن عمرك ما هتتساب. علشان كده طول ما كان شعب بني إسرائيل ماشي في البرية كان الله حميه بحماية خاصة جدا، بالرغم أنه قابل أتعاب كتيرة قوي وقابل أمور صعبة جدا، لدرجة أنه ممكن كانت في ناس أقوى منه ممكن كانت تاكل، لكن شعب بني إسرائيل ما اتكلش بالرغم من جبروت الناس اللي قدامهم. ليه؟ لأنهم هم في عناية الله، في عناية الله. عشان كده خليك دايما قول له يا رب أنا شاكر أفضلك، شاكر أعمالك، شاكر إيدك اللي بتسلم، شاكر عطاياك الكتير اللي بتديها لي في كل أمور حياتي. اتعلم تعمل إيه؟ نشكر. اوعى تكون ناقم على الظروف والأحداث، اوعى تكون ناقم عليها، لكن قل له يا رب أشكرك. اتعلم إنك تشكر عشان تقدر تخلي اللي حواليك شاكرين معاك، الله اللي إيده عليك ممتدة ويخليك تمتد كمان عبر السنين.